السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية أثاث البيت. أثاث البيت من الأشياء المهمة جدا في قضية الرؤى. يعني مثلا إذا رأيت أنني أنقل أثاث البيت من غرفة إلى غرفة، هذه الرؤية تدل على تغيير الحال ولكن للأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. وقيل أن هذه الرؤية تدل على تغيير نمط جديد في حياتك بصفة عامة، هناك تغيير في حياتك. رؤية نقل أثاث البيت للبنت العزباء، هذه الرؤية تبشرها بزواج قريب إن شاء الله، فهي من الرؤى الجميلة والجيدة للبنت العزباء. طب أثاث البيت وأنا رأيته في المنام كان لونه أبيض، هذه الرؤية تدل على السعادة وتحقيق الأمنية أو تحقيق الأهداف والطموحات إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية شراء أثاث البيت الجديد بالنسبة للمرأة الحامل، هذه الرؤية تبشرها بأشياء جيدة جدا في قضية الحمل. أولا تدل على ولادة سهلة، وتدل على أن الجنين سيكون أنثى، وتدل على صحة الجنين، وتدل على صحتها، أشياء كثيرة كلها جيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس الرؤية للبنت العزباء، هذه الرؤية تبشرها بالزواج إن شاء الله. رؤية الرجل المتزوج وهو يشتري أثاث بيته، هذه الرؤية تدل على المال الكبير أو الواسع الذي سوف يأتيه في الفترة المقبلة إن شاء الله. وقيل أن حياته ستكون مستقرة ومزدهرة وهادئة، وأن حالته النفسية سوف تكون يعني من أفضل الفترات التي سوف يعيشها في هذه الفترة، إن حياته مستقرة. رؤية أثاث البيت للمرأة المتزوجة إذا كان هذا الأثاث جديد، هذه الرؤية تبشرها بالاستقرار وبالمال الذي سوف يأتيها، وهذه الرؤية بنسبة كبيرة جدا تبشر المرأة المتزوجة بالحمل إن شاء الله. طبعا احنا اتكلمنا عن كل الرؤى اللي فاتت عن أثاث البيت الجديد واللون الأبيض الجميل وإلى آخره. طيب رؤية شراء أثاث بيت قديم، أثاث قديم، شراء أثاث بيت وهذا الأثاث قديم وليس جديد، هذه الرؤية ومع شديد الأسف تدل على ضيقة مادية وربما مشاكل سوف تحدث له في الفترة المقبلة، ومع شديد الأسف. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.